مرحبا بكم مستمع اذاعه لو دي جي راديو فقره كيرويك، الفقره اللي كرافقكم من خلالها انا عائشه بوسكين في مجموعه من المواضيع اللي كتهم الصحه الجسديه والنفسيه ديالكم. وبداية مستمعينا غنتكلموا على موضوع مهم جدا واللي هو الجلطة القلبية، أسبابها، أعراضها، وشنا هي الأطعمة اللي كتساعد في التقليل من المخاطر ديالها. عموما مستمعينا الجلطة القلبية كتجي نتيجة وجود خلل في تدفق الدم إلى القلب بسبب تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين التاجية، الشيء اللي كيؤدي لإتلاف جزء من عضلة القلب. وغالبا ما كترافق الجلطة القلبية مجموعة من أعراض في حال الدوار والإحساس بحرقة المعدة، وهذا الحريق كينتشر ليشمل العنق والرقبة واليد اليسرى، كذلك تعرق المفرط والإصابة بتورم القدمين، وأخيرا الشعور بألم أو ضغط في منطقة منتصف الصدر. أما فيما يتعلق بالأسباب ديالها مستمعينا متعددة، تقدر تكون وراثية أو لا بسبب سكر أو الكوليسترول، لكن العامل الرئيسي هو التغذية. فكل ما كانت ماكلتنا بعيدة عن المقليات والدهون المشبعة، كل ما قلت نسبة إصابتكم بها. إليكم مستمعينا الأغذية اللي كتساعدكم للحفاظ على صحة القلب ديالكم. أولا الحامض اللي معروف أنه كيقوي جهاز المناعة، كما أنه مفيد بزاف تحسين الدورة الدموية. ثانيا الثوم اللي غني بمركب الأليسين، وهو أنزيم مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية وجهاز المناعة كذلك، وعنده تأثير مضاد لتخثر الدم. وأخيرا الأفوكادو اللي كتحتوي على دهون صحية تقدر تقلل من خطر الجلطات القلبية بنسبة 21%. وفي لاسونتي مونتال مستمعينا غنسلطو الضوء على واحد الاضطراب اللي معروف باسم اضطراب التكديس القهري، اولا الاوبسيسيف كومبولسيف ديزوردر، واللي هو اضطراب اللي كيخلي الواحد ما قادرش يتخلص من الممتلكات ديالو سواء كانت عندها قيمه او لا. ويتراوح معدل الاصابه بهذا الاضطراب حوالي 2.6% بشكل متساوي بين الرجال والنساء، مع ارتفاع معدلات الإصابة به في صفوف الأشخاص اللي كيتجاوزوا 60 عام، وكذلك الأشخاص اللي كيعانيوا من اضطرابات نفسية أخرى بحال القلق والاكتئاب. الأعراض ديال هذا الاضطراب كتمثل في عدم القدرة على تنظيم الأشياء والممتلكات، ودائما ما كيكون المهووس حريص على التأكد في كل مرة من بقاء أغراضه في مكانها، كما أنه كيتحول لواحد عصبي بزاف إذا حاول شي حد يقص ليه الحاجة ديالو أو لو بغيت تلفها من عنده. وكيبقى العلاج السلوكي المعرفي CBT Cognitive Behavioral Therapy الحل المساعد في التخفيف من حدة هذا الهوس، بحيث أنه كيقدم لي أساليب فهم ارتباطه بالأشياء، وكذلك يساعده في إيجاد طرق للتخلص من الممتلكات غير الضرورية دون الإحساس بالقلق أو الانزعاج. مستمعينا كيرويك لهذا الأسبوع بسكين كير، وبالضبط على فوائد فيتامين سي اللي كتساعد مضادات الأكسدة اللي فيه في تحفيز إنتاج الكولاجين، الشيء اللي كيساهم بشكل كبير في تحسين ملمس الجلد وكيخفض من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كما أن الاستعمال ديالو بشكل دائم كيخلص من بقع الشمس والتصبغات ديالها. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك، نضرب لكم موعد لا سومان بروجين ومع طاقة إيجابية جديدة. هادشي كامل على أثير إذاعة لو دي جي راديو.